السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. بدءا بترديد الصرخة في المساجد، ثم بمحاولة فرضها بديلا عن النشيد الوطني في المدارس الواقعة في نطاق سيطرتها، وتوزيع ملازم مؤسس الميليشيا باعتبارها التفسير المقدس للقرآن، ومحاولة فرضها كمنهج وإلزام الجميع بدراسته، وصولا إلى المحاولات اليائسة لتحويط التربية والتعليم، تسعى ميليشيا الحوثي لتطييف التعليم من خلال جملة من الإجراءات والممارسات، وبتواطؤ من متحوثي المؤسسة التعليمية، ابتداء بقبول أتباعهم في تخصصات جامعية حساسة بلا مستويات تؤهلهم، ومرورا بإعفائهم من الدراسة وحضور الامتحانات بحجة رباطهم في الجبهات، وليس انتهاء بمنحهم شهادات نجاح بدرجات عليا لا لشيء إلا لأنهم ينتمون لطائفتهم. والأخطر من ذلك هو اتخاذ بعض المدارس كحسينيات، وجعلوا بعضها الآخر ساحات استقطاب لتجنيد الأطفال والتغرير بهم، فضلا عن تضليلهم بأفكار طائفية مسمومة. في حلقة اليوم سنناقش أثر الانقلاب على العملية التعليمية، وكيف ألقت الظروف الراهنة بظلالها على القطاع التربوي والتعليمي، وانعكاس ذلك على الطلاب خصوصا والوسط التربوي عموما. البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر الهاتف معالي وزير التربية والتعليم عبد الله لملس من عدن، وسيكون معنا عبر السكايب من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمية الدكتور محمد المحفلي، وكذلك سيكون معنا من تعز رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي أحمد البحيري، وأيضا من مأرب سينضم إلينا مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة علي عباد. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نبدأ الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. البداية مع الدكتور محمد المحفلي عبر السكايب من عمان. مساء الخير دكتور. مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدين قناة بلقيس. أهلا ومرحبا بك دكتور. البداية، كيف تتابع واقع التعليم في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع على البلاد، إلى أن وصل إلى الواقع الآن أكثر من 1,500,000 طالب من الأطفال أيضا أصبحوا خارج المدارس، ما يقارب أكثر من 30,000 مدرسة أغلقت، كيف تتابع واقع التعليم؟ في الحقيقة عندما نتحدث عن التعليم، فإن واقع التعليم في اليمن أصلاً قبل الحرب وقبل هذا الانقلاب لم يكن بالحالة الجيدة، بل كان في أسوأ الحالات. لا يوجد بنية تحتية تعليمية، نسبة الأمية كانت فوق المستوى الطبيعي، وكان مستوى التعليم يتراجع، مستوى الأمية تزيد، سواء عند الطلاب الذين هم في سن الدراسة أو غيرهم من كبار السن، فكانت الأمية تصل إلى ما فوق 60%. مستوى الغش، المناهج المتخلفة التي لا تتناسب مع الواقع، مع واقع العصر. ثم بعد ذلك أتى هذا الانقلاب الذي قام بتدمير كل ما هو موجود. كان هناك نظام تعليمي صحيح كان متخلفا، كان هناك كثير من الإشكالات، تراجع في مستوى التعليم وزيادة في الأمية، لكن أيضا جاءت هذه الميليشيا وجاء هذا الانقلاب الذي يبحث عن أتباع ولا يبحث عن عقول. لذلك استمر في سياسة التدمير، لأنه يرى أن العلم وأن التنوير وأن العقل أن هذا هو العدو الأول قبل أن يكون العدو المباشر الذي يحاربه في الجبهات وفي بقية مناطق اليمن. نعم. طيب دكتور، الآن لو يعني وضعتنا بصورة الآثار التي يعني ربما طرأت على تعليم منذ الانقلاب ومنذ أن وصلت الميليشيا إلى الدولة وأسقطت الدولة، ما الذي طرأ؟ ما الذي تغير على مستوى التعليم حتى في المناهج مثلا، أو حتى على المنظومة التعليمية بشكل عام؟ هذه الجماعة وهذه الميليشيات عندما وصلت إلى الحكم وبدأت بمحاربة الشعب، محاربة الأطراف الأخرى لها، ثم بعد ذلك تحولت إلى محاربة الشعب، عملت على تدمير المنهج للتعليم. هي تريد تعليم لا للتنوير، وإنما تريد بناء عقلية تتبع هذه الميليشيا وتتبعهم. فأدى هذه السياسة الممنهجة أدت إلى
أنهم يأخذون هؤلاء الأتباع، يأخذونهم إلى الجبهات للقتال. وفي الجهة المقابلة أدت هذه الحرب، عملت على تدمير البنية الأساسية، عملت على التجويع، عملت على أن كثير من الناس لم يعودوا يرسلون أبنائهم إلى المدارس لأنهم يبحثون لهم عن القوت أولاً. نعم، فهنا كثير من هذه الإشكالات التي جعلت الأطفال يهربون عن المدارس، وهناك أيضاً تدخلات في الجامعات، فرض شخصيات ليس لها أي علاقة بالجانب التعليمي ولا بالجانب الأكاديمي، أيضاً فرض شخصيات في التعليم، في المدارس، في وزارة التربية والتعليم، في المعاهد. تصور أو نتوقع في المستقبل أن يبنوا مراكز وأن يبنوا نعم. إذن يبدو هناك إشكالية في الاتصال مع الدكتور محمد، سنعود به بالتأكيد. نشارك معنا في الحديث من مأرب مدير مكتب التربية في المحافظة الأستاذ أو علي أحمد البحيري، عفوا، مدير مركز الدراسات والإعلام التربوي من تعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير والعافية أستاذ. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. مركز يعنى أو يعنى بالإعلام التربوي، كيف تتابعون ما قامت به الميليشيا من تغيير في المناهج، من إدخال أفكار أو أطر وأهداف أخرى لإخراج المنظومة التعليمية من هدفها الأساسي، وأيضا تحريف كل ما هو في المنهج التعليمي سابقا؟ نعم أخي، نحن نتابع بقلق بالغ العملية التعليمية والوضع الذي وصل إليه العملية التعليمية في بلادنا جراء الحرب الانقلابية التي شنتها ميليشيا الحوثي صالح منذ قرابة سنتين. وضع التعليم أصبح وضع كارثي. نحن أصدرنا أكثر من تقرير وأكثر من دراسة، وحذرنا في أكثر من بيان من الوضع المقلق أو القلق الطارئ أو الخطر جدا حول وضع التعليم. وضع التعليم أيضا لا يمكن فصله عن بقية الجوانب الأخرى من المنظومة السياسية والمنظومة الاقتصادية والمنظومة الصحية. كافة هذه النظم أثرت أيضا بتداعياتها على التي خلفتها الحرب عليها على التعليم بشكل خاص. فنظام التعليم نظام فرعي يتغذى ويتنفس داخل هذه الأنظمة. وضع التعليم أصبح وضع مقلق للغاية. هناك حوالي 3 مليون 300 طفل خارج المدرسة، أصبحوا كان هناك 1.7 مليون طفل قبل الحرب لم يتمكنوا من الالتحاق في التعليم. الآن تضاعف العدد إلى حوالي 3 مليون طالب خارج المدرسة. مناطق ملتهبة في الجمهورية اليمنية، الحرب تتوسع كل يوم إلى محافظات جديدة وإلى مناطق جديدة، ما يجعل التعليم أو استمرار العملية التعليمية في ظل هذه الأوضاع من الصعوبة بمكان. الأوضاع الأمنية تلقي ظلالها أيضا على العملية التعليمية. في تعز يوم أمس هناك أطفال وهم عائدون من المدرسة زيهم المدرسي أصبح مخبط بالدماء. أطفال قبل يومين أو ثلاث في مطار القديم قنصوا وهم في طريقهم إلى المدرسة أيضا ذهابا إلى المدرسة. طلاب أيضا تعرضوا أو مدارس تعرضت للقصف أثناء الدوام المدرسي خلال الشهر الماضي من العام الدراسي الحالي. إذا وضع التعليم وضع معقد للغاية. المشهد يقول بأن هناك أكثر من مدرسة مغلقة حتى الآن في عموم الجمهورية رغم مضي عام كامل، يعني شهر كامل على بداية العام الدراسي. الوضع مرتبك للغاية. هناك انقسام حاد داخل بنية الوزارة وإدارة التربية والتعليم جراء الانقسام الحاصل في الجوانب السياسية. هناك تأثير واضح أيضا على العملية التعليمية جراء توقف رواتب المعلمين ورواتب الموظفين بعد أن نهبت ميليشيا الحوثي صالح كافة الميزانية المخصصة للتعليم واحتياطي البنك المركزي. إذا آخر مسمار لقته الميليشيا في نعش التعليم هو إيقاف وثبات الموظفين، ما ألقى ظلاله على العملية التعليمية. هناك محافظات لم تبدا عملها الدراسي كما قلنا في تقرير سابق وفي جهاز صحفي، محافظه ابين، هناك محافظات تقع ايضا في خط صراع. 60% من محافظه الجوف 60% من مدارسها مغلقه حتى الان نتيجه الاوضاع الامنيه، ونتيجه ان هناك معلمين من خارج المحافظه 60% تعتمد على معلمين من خارج المحافظه. من الصعوبه بمكان عودتهم الان في ظل الظروف الامنيه وفي ظل الاوضاع الاقتصاديه وتوقف رواتب المعلمين. نعم، استاذ احمد، الى جانب كل هذه الاشكاليات التي لحقت بالتعليم منذ الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، لو وضعتنا بصوره ادق وانت ربما في مركزكم مطلعين على التغييرات و
يعني السلبيات التي أدخلتها الميليشيا سواء في جانب التعليم أو في الجانب الآلي التي تمشي عليها المنظومة التعليمية في اليمن، ما الذي لاحظتموه من تغيير؟ نعم، منذ أن وصلت جماعة الحوثي إلى العاصمة صنعاء في انقلابها كانت مركزة بشكل خاص على العملية التعليمية. أيضا لا ننسى في السابق أن جماعة الحوثي هي في الأساس تنتاج لوضع سياسي انتجه صالح عن طريق حرمان مناطق محددة من التعليم، فنتجت هي انتاج للأمية المتراكمة في صعدة وإغلاق هذه المنطقة للأمية والجماعات المضطرفة، فهي جماعة ناتجة عن الأمية وهي ثمرة للأمية. بنفس الوقت هي أنتجت مشهد الأمية في المحافظة التي سيطرت عليها منذ سنوات. من الملاحظ أن الجماعة خلال تمسكها في صعدة معقل الجماعة ومركز تأسيسها عملت على جرس الطلاب على التعليم وإبعادهم عنها. بعد وصولها صنعاء قامت مباشرة بمحاصرة المدرسة النموذجية، مدرسة عبد الناصر النموذجية في صنعاء، ومحاولة إيقافها بحجة أن من يعملون فيها ينتمون إلى حزب أو لاتجاه محدد. ايضا بعد ان وصلت قامت بمحاصره مكتب او بيت وزير التربيه والتعليم هنا الدكتور عبد الرزاق الاشوال، بعدها عملت على عدد من الاجراءات، ايقاف بعض الشخصيات في داخل الوزاره، قامت باجراء او تشكيل لجنه ما تسمى بالرقابه الثوريه داخل الوزاره ليس لها علاقه بالعمليه التعليميه والتربويه. كل هذه الاجراءات اتخذتها من اجل الحد من نفوذ بعض الشخصيات او عمل بعض الشخصيات المحسوبه على تيارات مناويه لها. استطاعت جماعه الحوثي ان تتغلغل داخل المؤسسات التعليميه وتحدث تغييرات في مكاتب التربيه والتعليم داخل وكالات الوزاره كقطاع المناهج وغيرها، وتغلغلت داخل هذه الاماكن بقوه، عملت على تشكيل لجان محدده لمراجعه المناهج وحاولت باكثر من طريقه على مراجعه المناهج رغم عدم قدرتها على ذلك. كل هذه الإجراءات اتخذتها جماعة الحوثي مكن لها أيضا أعضاء النظام السابق الذي أستاذ أحمد علي عبد الصالح على بناء وزارة التربية والتعليم على هذا الأساس. أستاذ أحمد، يعني حتى يعني يتكلم بصورة ربما أدق، البعض يتحدث بأن هناك تغيير على مستوى المناهج، بمعنى آخر تحاول الميليشيا إدخال في المناهج التعليمية أفكارها وبعض الأشياء الخرافية التي تؤمن بها وتحاول أن تغرسها في المناهج الجديدة وتوصلها إلى الطلاب، هل فعلا حدث تغيير وإدخال بعض الأفكار الطائفية التي تتبناها الميليشيا؟ حتى الآن لا أعتقد أن جماعة الحوثي قامت على طباعة منهج جديد، هي منذ سنتين تستطيع طباعة المنهج منهج مدرسي بعد أن صادرت ميزانية التربية والتعليم بالكامل. لكن على ما اعتقد ان الجماعه عملت بكل قوه من اجل ادخال افكارها الطائفيه داخل العمليه التعليميه وتطبيق التعليم وتوجيهه لصالحها، ابتداء من ارسال مرشدين دينيين الى المدارس، ثانيا الضغط على مدرسين لتوجيه الطلاب وتحويل المنهج او الكتاب المدرسي عباره عن وثيقه، المنهج هو عباره عن انشطه والبرامج وتوجيه المعلم للقيم والمبادئ داخل المنهج المدرسي. نعم. كل هذا حاولت الجماعه على ضغط على بعض المدرسين لتوجيه الطلاب، استغلت المناشط المدرسيه ايضا لتحويل المدارس الى وزارات، استغلت بعض المناسبات الدينيه كالمولد النبوي وحاولت على تجريف الطلاب و العمل على إحياء هذه الذكرى وتوظيفها لصالحها داخل المدارس لنشر أفكارها بأفكار محددة. أيضا الجماعة عملت على رسم شعاراتها داخل حيطان المدارس وهذه جريمة كبرى، عملت على ترديد الصرخة أثناء الدوام المدرسي وإلزام بعض المدارس على ترديد الصرخة داخل طابور الصباح أو في الدوام المدرسي، أرسلت بعض المحسوبين عليها إلى المدارس مدججين بالسلاح لتوجيه الطلاب وتحريضهم على عناصر محدده او على ديون الجوار بحجه انهم معتدين او بحجج واهيه من اجل كسبهم الى صفها والزمتهم احيانا في ترديد الصرخه، اجبرت بعض مدراء المدارس على اخراج الطلاب بمظاهرات، كل هذا من اجل الانضمام الى صفها. عملت بشتى ايضا على حذف بعض المسميات كعمر وما ينشر عنها في هذا، حتى اصبح بعض المسميات الطلاب اصبحت عائق ايضا امام دخولهم للمدرسه كاسم، عملت على ايقاف طالب في مدرسه المحويط بحجه ان اسمه سلمان وطلبت من ولي امره بتغيير الاسم او ان الطالب يجب ان لا يحضر الى المدرسه. اذا الجماعه عملت استاذ احمد وسائل على تكثيف فكرها الطائفي ولضمان تمددها العسكري وحرمان بعض الطلاب ايضا
من نتائجهم بحجه انهم محسوبين على طرف محدد، نعم. طيب استاذ احمد، انهم نعم. يقعون في منطقه محدده. نعم استاذ احمد، اودعك بسؤال الاخير. امام كل هذا العمل الممنهج والمنظم من قبل الميليشيا التي تهدم فيها المنظومه التعليميه وتستهدف فيها اهم شريحه في المجتمع وهم الطلاب والاطفال بمختلف مستوياتهم الآن، يعني لأنه بعد الفاصل سيكون معنا وزير التربية والتعليم، أهم المآخذ والمرتكزات التي ربما الوزارة متجاهلة وسيجني التعليم والمنظومة التعليمية آثارها سلبا إذا لم يتحركوا في هذا في اتجاه يعني إصلاحها، ما هي؟ علينا ننقل منك بعض الأفكار إلى معالي الوزير، تفضل. نحن أصدرنا دراسة العام الماضي حول آلية تعاطي الأطراف المختلفة مع قضايا التعليم. قلنا أن وزارة التربية والتعليم كانت مقصرة في أمور كثيرة في التعاطي مع قضايا التعليم، من أولها عدم توفر أو عدم إدراك الأولويات المحددة، قد نقول بحسن أحيانا في أحسن التقدير أن الوزارة مرتبكة وغير قادرة على فهم المشهد بطريقة واضحة وإدارة العملية التعليمية ككل. هي تتعامل أيضا على العملية التعليمية باعتبارها خاضع او اخضاع العمليه التعليميه لحسابات سياسيه، هذا لا يخدم العمليه التعليميه على المستوى البعيد على الاقل فيما بعد التحرير. الانقسام الحاصل وتكريس الانقسام الحاصل، محاوله تغيير احداث تغييرات فنيه داخل الوزاره، هذا ايضا لا يخدم العمليه التعليميه. نحن طالبنا اولا بان يتعامل وزير التربيه والتعليم مع القضيه التعليميه ككل في الجمهوريه اليمنيه، ان يستشعر ان مسؤوليه الطلاب، ان الطلاب في العاصمه صنعاء او في محافظه صعده او في محافظه صعد او في محافظه الجو، في جميع المحافظات هؤلاء مسؤوليته. على الوزاره ان تتبنى هذه القضايا، ان تعيد تحاول لملمه الاوضاع، ان تركز على المحافظات الملتهبه، ان تكون لها اولويات ايضا لخارج المحافظات المحرره، اولوياتها في المحافظات الملتهبه، اولوياتها في المحافظات الخاضعه نعم. لسيطره جماعه الحوثي صالح. يجب أشكرك. ان تتعامل مع كل منطقه وفق اولويات محدده. أشكرك. ايضا من المهم جدا ان تتخاطب وزاره التربيه والتعليم مع المنظمات المانحه وان تلزمها بدفع دافع المخصصات او الدعم المقدم منها الى المدارس مباشره. يجب نعم. على المنظمات المانحه، شكرا لك استاذ احمد، على المدارس مباشره حتى لا تخضع الاموال التي تقدم لاعمال ومجهود حربي او تنفق في اعمال تشغيليه وبدلات نعم. اداريه لا تخدم العمليه التعليميه في الوقت الراهن. اشكرك جزيل الشكر مدير مركز الدراسات والاعلام التربيه الاستاذ احمد البحيري، كنت معنا من محافظه تعز. مشاهدينا الكرام، قبل الانتقال الى المحور الثاني مع معالي وزير التربيه والتعليم عبد الله لملس، نذهب الان لمتابعه هذه التصريحات التي تلخص واقع التعليم في اليمن. اخذنا شريحه معينه من بعض المحافظات في اليمن نتابعها ومن ثم نكمل النقاش. تاثرت العمليه التعليميه بالحرب بشكل عام في كل شيء. بالنسبه للمدرسين ما فيش رواتب، بالنسبه للطلاب ما فيش كتب، المدارس مليانه نازحين، والطلاب يعني تعطلوا عن المدارس بسبب المدارس انما مليانه بالنازحين، وايضا الكتب ناقصه، واذا ما فيش كتب العمليه التعليميه بتكون مش تعليم تمام. وبالنسبه للرواتب للمدرسين ما فيش رواتب، في بعض المدارس اكثر من 4 أشهر ما قد استلموش. التعليم منذ 40 عام ونحن نشوف انه كلما جاء يوم او كلما اتى فتره من الازمه انزاد هضم اكثر، ومستوى التعليم يقل أكثر، والاهتمام بمجال التعليم أكثر، مع أن التعليم هو أساس البلد وهو المنطلق لمنهج البلد وهو الذي ستتقدم منه نحو إيش المستقبل، ينطلق من نحو المستقبل من إيش من بداية التعليم. لا، عملية التعليمية هي كانت متأثرة حتى قبل الحرب، ليس كان هناك اهتمام من الدولة التي كانت موجودة، فما بالك بعد الحرب. فالعملية التعليمية يعني تأثرت أكبر وأكثر، في مدارس دمرت وفي أسر هجرت من قراها. الكتاب الواحد ياخذه 5 طلاب، احنا بالذات يعني احنا مننا اكيد 6 أو 7، يعني معانا كتاب واحد بس، يعني المدرسه مليانه نازحين، الطلاب مثل هذا المنظر، يعني احنا يعني 90 طالبه يعني في صف واحد، والمدارس الثانيه مليانه بالنازحين. بالنسبه للعمليه التعليميه تاثرت تاثير كبير، فبسبب الحروب التي فرضتها علينا الميليشيات الحوثية العفاشية، وكان ذلك سبب كبير تدهور وتدني مستوى الطلاب. أولا سبب إشكالية من ناحية الازدحام داخل الفصول بسبب النازحين من عدة قرى. العملية التعليمية تمر بمرحلة معقدة، حيث أنه
بسبب الحرب الفصول الدراسية مزدحمة، فلا توجد كتب ولا يوجد مدرسون، قلة في المدرسين، ونرجو من الجهات المعنية أن ينظروا إلى ذلك، فلا يستطيع المدرس أن يؤدي حصته بأكمل وجه لأنه يوجد. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. تابعنا إذن هذه التصريحات من بعض المعنيين في العملية التعليمية بعض المحافظات في الداخل. أعود إلى عمان عبر السكايب مع دكتور محمد المحفلي. دكتور محمد، إذن ربما من خلال ما تابعنا الكثير والجميع يشتكي من عدم ربما وجود عمل تربوي فاعل من قبل السلطة الشرعية لتلافي أي أخطاء أو أي أفكار تحاول الميليشيا تمريرها سواء في المنهج أو في هدم المنظومة التعليمية. برأيك لماذا يعني هل نستطيع أو نعتبره تجاهل من قبل الحكومة الشرعية أم ضعف إمكانات أم إلى أي يعني مكان ممكن يرجع ما يعني هذا عدم الاهتمام من قبل الوزارة والشرعية؟ بالفعل هذا أمر مهم جدا. باعتقادي أن الحكومة الشرعية والتحالف وغيرهم لا توجد لديهم رؤية للأولويات. ربما الحكومة تنظر في الأولوية في الجانب السياسي وفي الجانب العسكري، بينما الجانب التعليمي والجانب الآن الجانب الآخر الجانب الاقتصادي المتمثل في المجاعة التي هي الآن مسيطرة أو أكثر من 20 مليون أو 21 مليون أو 22 مليون محتاجين للمساعدة العاجلة. ايضا بنفس الوقت المستوى التعليمي، لان التعليم عندما نفقد مجموعه من التلاميذ نحن نضحي بهم او نجعلهم وقودا لهذه الحرب او ادوات من ادوات هذه الحرب، بمعنى ان الميليشيا تتمدد على حساب هؤلاء الاطفال الذين يذهبون من المدرسه الى جبهات القتال وهم اصلا لم يبلغوا السن القانونيه لان يكونوا محاربين. فتمدد هذه الحرب وتوسعها على حساب ضعف التعليم. يفترض بالحكومة وبالحكومة الشرعية أن تضع رؤية واضحة لكيف تعالج هذه الإشكالية وكيف تعمل على الحرب على الجانب الآخر من جانب القتال، وهو الحرب في الجانب التعليمي. نحن نرى الآن مناطق واسعة محررة خاصة مثلا في الجنوب وبعض المحافظات، لكن لا يوجد أي عمل يختلف عن ما كان في السابق. نعم. وإما على ما كان في عهد النظام السابق أو أسوأ منه. نعم. طيب نعم نعم دكتور، اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث معالي وزير التربية والتعليم من محافظة عدن عبد الله الأملس. مساء الخير معالي الوزير. يا مساء النور. أهلا ومرحبا بك معالي الوزير. ربما التركة بالتأكيد هي ثقيلة، المنظومة التعليمية كانت تعاني في السابق لكنها زادت المعاناة منذ الانقلاب وحتى اليوم. الجميع يتساءل أين هي وزارة التربية والتعليم من كل هذا العمل الممنهج الذي تقوم به الميليشيا في نقل الأفكار في هدم العملية التعليمية برمتها. شكرا جزيلا لكم في قناة بلقيس، وشكرا أيضا لكم ولمشاهدكم أيضا وللمشاركين معكم في البرنامج. استطيع القول انه وزاره التربيه والتعليم منذ الالتفاته الاخيره للحكومه الشرعيه وتعيين وزير لها كانت غائبه عن المشهد اكثر من سنه اثناء الحرب. لم يكن هناك اي وزير موجود في الوزاره. نعم. وكانت مهلهله وبدون اي راس. اخيرا يعني في سبتمبر الماضي تم تعييننا وزير التربيه والتعليم. طبعا وزاره التربيه والتعليم قبل الحرب كانت ايضا تعاني، اذا كانت موازنه الدوله يعني 10% فقط هي موازنه للتربيه والتعليم و30% لمؤسسات الجيش والامن. نعم. يعني تصور ال 10% هذه 95% منها مرتبات. ماذا ستعمل ب 5% من يعني هل ستبني مدارس؟ هل يعني أثاث مدرسي معالي الوزير مدرسي كرسي مدرسي معالي الوزير معالي الوزير نعم معالي الوزير اسمح لي معالي لك نعم معالي الوزير اسمح لي وعذرا على المقاطعة.
نحن الآن ننتظر منك حلول، لكن يبدو أنك كمان تشكو أكثر من واقع التعليم في 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 الداخل، تشكو من عدم توفر إمكانات. لا شك الإمكانات هي يعني ضئيلة وقليلة، لكن تحرككم الممكن في إطار المتاح، ما الذي ستقدموه، ما الذي ستعملوه من أجل الحفاظ على المنظومة التعليمية من الاندثار؟ نحن وضعنا أولويات عاجلة وملحة للعملية التربوية والتعليمية. أولها توفير الكتاب المدرسي، خاصة تباعة الجزء الثاني من الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2016-2017. ونسعى مع البانحين ومع مركز الملك سلمان ومع الدول الخليجية من خلال اللجنة التنسيقية لطباعتها الكتب الجزء الثاني. ايضا مع اخواننا في الكويت قوموا بطباعه كتاب نهج القراءه للصف الاول الذي الغوها الانقلابيين. نحن نسعى الان الى اعاده ترميم وصيانه المدارس التي تضررت من الحرب او دمرت. نحن نسعى الان لايجاد مدارس بديله عباره عن فصول دراسيه. اتفقنا مع مؤسسه العون على بناء أكثر من 140 فصل دراسي في محافظتي أبين ومأرب. نعم. وسنسعى أيضا مع المانحين الدوليين يعني إلى يعني إجراء تعديلات كثيرة. يعني خلال الفترة البسيطة الماضية عملنا على تعديل آلية الامتحانات وألقينا الأسلوب السابق الذي يؤدي إلى الغش. نعم. بدأنا عام دراسي جديد والحمد لله يعني البشرات رغم الكثافة السكانية خاصة المناطق اللي هي جذب أصبحت المدارس مليئة بالنازحين. نعم. هناك توجهات كثيرة لدينا سنعمل على حلول عادلة بالنسبة لاستمرار العملية الدراسية. نعم. أنتوا لا تنسوا أنه يعني سنة واحدة من الحرب قضت على جهود أكثر من 15 عام من مشروع تطوير التعليم الأساسي، من نعم. مشروع تطوير التعليم الثانوي، مشروع تعليم الفتاة. يعني سنة واحدة من الحرب قضت على كل الجهود بأكثر من 500 مليون دولار. نعم، معالي الوزير، يعني أصدرتم قرار بإلغاء أي تعديلات في المناهج التعليمية قد تحدثها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. الآن المنهج الدراسي ربما أقروا بأن سيطبع المنهج الدراسي للصفوف الابتدائية في صنعاء الذي تشرف عليها الميليشيا، إذن كيف يمكن أن تضمن عدم إدخال أي أفكار أو تحريف أو تبديل في المنهج التعليمي؟ شكرا على هذا. احنا تنبهنا مبكرا بهذا المسألة وأصدرنا قرار أنه أي تعديل على أي كتاب دراسي يتم إلغاءه والعودة إلى طبعة 2014 التي لا يوجد عليها أي إشكاليات. نعم. نحن توجد لدينا ثلاث مطابع مدرسية، واحدة في صنعاء والثانية في عدن والثالثة في المكلا. مطبعتي المكلا وعدن اليوم يعني يطبعون الكتب المدرسية المعتمدة، ونعاني من طباعة الكتاب في صنعاء لأنه هناك يعني استخدموا طريقة سهلة وخطيرة الإنقلابيين، وهو العمل على التعديل على الصفحة. يأتون إلى الكتاب يغيروا مثلا حديث ولا يغيروا رواية، يغيروا أسماء، أي أسماء لأبو بكر عمر أو عثمان. نعم. يشتبوها. نحن أيضا أعطينا توجيهات المكاتب المديريات المحافظات جميعا عند وصول أي كتب من صنعاء يتم تشكيل فرق من الموجهين لمقارنتها مع كتب مع طبعة 2014، وأي تغيير يعني حاد جدا ومضر يتم توقيف الكتاب. نحن أوقفنا كتابين إلى هذه اللحظة، كتاب الصف التاسع اللغة العربية وكتاب الصف الأول. نعم. لأنه يعني ألغوا كتاب الصف الأول والصف التاسع. نعم. أجروا تعديلات عليه على الصفحة. نعم. معالي الوزير، يعني وجدتم نسخ ربما كان تسعى الميليشيا إلى إدراجها في المنهج التعليمي وطباعتها بعيدا عنكم واتخذتم هذه الإجراءات. نعم، عملنا هذه الإجراءات. نعم. وسنستمر أيضا كذلك، وبتحويل الآن البنك المركزي والوصول الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، يعني سنمنع مطبعة صنعاء من طباعة أي كتاب فيه تعديل. نعم. وسنشكل لجان لهذه المسألة. نعم. لكن لن نلغي مطبعة صنعاء، وستبقى مطابع صنعاء، لكن سنمنع
أي تعديل على أي كتاب. نعم معالي الوزير، الجميع يشتكي بمختلف الفصول الدراسية في المدارس من افتقارهم للمنهج التعليمي وانتشار المنهج التعليمي في السوق السوداء. ماذا عملت الوزارة من أجل توفير المنهج التعليمي لكافة الفصول والمستويات في المدارس وفي معظم وفي جميع المحافظات؟ عندنا إشكالية فعلا يعني بالنسبة لطباعة الكتاب. نحن تقدمنا بمشروع لمجلس الوزراء لسرعة طباعة كتاب الجزء الثاني واللي هو الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016 2017، وان شاء الله انه يعني هناك في منظمات مانحة ومركز الملك سلمان سوف يساعدنا في عملية طباعة الجزء الثاني بشكل كامل ان شاء الله. نعم. اما الفصل الاول فقد لدينا صعوبة انه الانقلابيين طبعوا فقط 50% من الاعتمادات اللي كانت مرصودة لهم عبر البنك المركزي في صنعاء. نعم. والخمسين الأخرى استخدموها في المجهود الحربي. نعم. معالي الوزير. طبعاً الكتب اللي طبعت قليلة جداً وما تكفيش الطلاب، يعني ممكن الكتاب يصل إلى يد طالبين. نعم. أو ثلاثة. لكن نحن سنحاول مع الآن مع وجود البنك المركزي مع وجود مع يعني إيجاد على الأقل موازنة تشغيلية لوزارة التربية. نعم. والتعليم وللمطابع الكتاب. نعم. المدرسي. معالي الوزير، ربما هذا جانب مهم. أيضا الجانب الأهم، الكثير يعني هناك تخوف كبير من الجميع من خلال كيف يمكن حماية الطلاب من الأفكار التي تسعى الميليشيا على غرسها في المدارس وفي على وجه الخصوص في الصفوف الأولى للطلاب. نحن نناشد كل التربويين الوطنيين في عموم الجمهورية اليمنية أنه يلاحظوا إذا في هناك أي تعديل على الكتب في خصوصا في مجال الحديث أو في مجال الروايات أو في مجال إن لا يعني يلقنوها لطلابنا، يعتبروا هذه الصفحات سوداء ويعطفوها وينتقلوا إلى الصفحات الأخرى. نحن نتمنى من معلمينا ومن إداراتنا التربوية وإداراتنا المدرسية أنه يساعدونا في عدم يعني إنشاء جيل جديد مربع على الطائفية وعلى المذهبية. نعم. نحن منهجنا يعني مقرر من قبل كل المذاهب الإسلامية من خلال أحكام تبنين الشريعة المقرر في مجلس النواب ومعتمد لدى كل علماء المسلمين في اليمن. نعم. وأي تغيير عليه في هذا المرحلة هو تغيير خطير ولا نستطيع أن نقبله ولا نستطيع أن نتعامل. نعم. معالي الوزير، ربما نقطة مهمة الآن يعني المدرسين الذين يعني مواصلين العملية التعليمية بلا رواتب، أين دور الوزارة في يعني توفير رواتب هؤلاء المعلمين من أجل أن تستمر العملية التعليمية؟ وكما تعلم معظم المعلمين معتمدين بصورة أساسية ورئيسية على الراتب. طبعا توجد إشكاليات في يعني السيولة النقدية الموجودة حاليا، ولكن احنا الآن نتعشم خيرا في انتقال البنك المركزي لعدن بإيجاد المصادر الكافية والإيرادات الكافية لطباعة يعني لتأمين مرتبات المعلمين. طبعا مرتبات المعلمين هي من وزارة المالية والبنك المركزي، ما ليست وزارة التربية والتعليم اللي تقوم بدفع. نعم. المرتبات. نعم. طيب معالي الوزير، سؤال. نحن نشعر الآن أنه من خلال تصريح دولة الآخر رئيس الوزراء بالأمس أنه ستكون إن شاء الله يعني لنهاية نوفمبر نهاية. نعم. لإشكالية السيولة. نعم. معالي الوزير، سؤال أخير فقط، من تماهوا مع الميليشيا سواء بالأفكار أو دعم يعني وتغيير في أي في المناهج التعليمية، كيف ستتعاملون مع من يعني يتماهى مع الميليشيا في تغييرها للمنهج التعليمي أو في المنظومة التعليمية بشكل عام؟ نحن طبعا نناشد أخواننا في المحافظات يعني الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين أنه يحيدوا العملية التربوية عن العملية السياسية ويتعاملوا مع الكتاب المدرسي المعتمد وهو طبعة 2014. إذا حصلت أي تغييرات من قبل الإنقلابيين على الكتب من خلال التعديل على الصفحة يعني يعودوا إلى كتب 2014 يجدوها في المخازن المدرسية ويدرسوها الطلاب.
أقصد إجراءات عقابية معالي الوزير، الوقت انتهى، نعم لضيق الوقت، أقصد إجراءات عقابية تتخذونها مع من يعني يسعون إلى يعني نشر مثل هذه الأفكار والتماهي معها. إذا يبدو فقدنا الاتصال بمعالي وزير التربية والتعليم عبد الله لمنس، كان معنا من محافظة عدن، شكرا جزيلا لك معالي الوزير. مشاهدي الكرام نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية عدها الزميل وديع عطا، ومن ثم نكمل النقاش في محورنا الأخير، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا معكم في محورنا الاخير. ينضم الينا الان مدير مكتب التربيه بمحافظه مأرب الاستاذ علي عباد. مساء الخير استاذ علي. مساء النور علي. استاذ علي اهلا بك معنا في محورنا الاخير، ضعنا بصوره الواقع التعليم والعمليه التعليميه في محافظه مأرب، وربما الكثير يؤمل خير بمحافظه مأرب وهي من اكثر المحافظات التي يعني تصدت للانقلاب واصبحت الان ربما شبه محرره تماما. كيف تسير العملية التعليمية هناك؟ في البداية أشكر قناتكم على الاهتمام بالعملية التعليمية، وشكراً لمشاهديكم، كما أشكر الأخ دكتور عبد الله ملس وزير التربية والتعليم على حضوره وتواجده لتحسين وتطوير العملية التعليمية. طبعاً العملية التعليمية في محافظة مأرب تسير بشكل طيب رغم المشاكل الموجودة على الساحة. نعم. بال 25 سبتمبر حسب التقويم المعمم من وزارة التربية والتعليم، والوضع طيب رغم بعض الصعوبات وكثافة النازحين الموجودين في محافظة مأرب. كانت هناك عوائق تواجه مكتب التربية والتعليم، فالنازحين يزيد عددهم على أكثر من 10,000 طالب توجهوا إلى محافظات مأرب، وهذا سبب لنا عائق كبير في المبنى المدرسي وايضا في الكادر التعليمي. نعم، هل استطعتم ان تستوعبوا كل هذه الارقام استاذ علي؟ طبعا استوعبنا هذه الارقام، وتم التنسيق مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيريه كائتلاف الخير بمحافظه حضرموت وجمعيه طالب العلم كما ذكر الدكتور، ووفرنا تقريبا ما يقارب 100 خيمه او 100 فصل بديل دراسي كما يسمى بمقاعدها الدراسيه. والتنسيق جاري مع منظمة اليونسف أيضا لتوفير عدد من الخيام، كما دعمتنا بالعام الماضي أيضا بمخيمات
تحتوي الطلاب ومخيمات أخرى تحتوي النازحين. وبتضافر الجهود استطعنا أن نستوعب جميع النازحين. نعم. طيب هل يعني إذا تحدثنا عن يعني أرقام وإحصائيات تسببت بصورة مباشرة للعملية التعليمية في محافظة مأرب بسبب الانقلاب ما هي؟ طبعا أخي العزيز عندنا كثير من مدارس التربية والتعليم دمرت تماما، ما يقارب 12 مدرسة إلى 15 مدرسة هذه دمرت تماما، ولدينا 45 مدرسة متضررة بشكل كبير. نعم. وهذه المدارس ساعدنا بالمخيمات التعليمية لسد العجز. نعم. أيضا هناك الكتاب المدرسي الذي كان يصلنا بشكل منتظم غير موجود في المحافظة، وإنما استطعنا من خلال المخزون بمخازن مكتب التربية والتعليم وأيضا المسترجع من الطلاب كل عام، عممنا على مدارس المحافظة باسترجاع الكتاب المدرسي، إضافة إلى ما وصلنا من مطابع حضرموت وعدن والجزء القليل من صنعاء، استطعنا أن نسير العملية التعليمية بالشكل الذي نستطيع أن نسير به. نعم أستاذ علي، أختم معك بأقل بنص دقيقة بس السؤال. نعم اسمح لي أستاذ علي لضيق الوقت أعتذر منك، لكن سؤال أخير، ما هي الإجراءات التي قمتم بها من أجل الحفاظ على الطلاب من يعني الالتحاق بجبهات القتال أو الخضوع لأفكار التي تنشرها ميليشيا الحوثي وتوجههم إلى الجبهات؟ طبعا الوضع في محافظة مأرب بشكل كامل، هناك تعميمات من القيادة السلطة المحلية ابتداء بقائد المحافظة الشيخ سلطان بن عيد عرادة بمنع كل طلاب المدارس من التوجه إلى الجبهات حتى ولو كانوا يرغبون بذلك. معظم طلاب محافظة تأخذ مدارسهم والمدارس تعد بالطلاب من جميع المحافظات، والوضع التعليمي يسير بشكل منتظم ومستقر. نعم أشكرك جزيل الشكر ذيق الوقت الأستاذ علي عباد مدير يعني مدير عام مكتب التربية في محافظة مأرب. عودة أخيرة إلى الدكتور محمد المحفري، تأخرنا عليك قليلا دكتور في أقل من دقيقة إذا تكرمت، فقط الوسائل والعوامل التي يمكن أن تحد وتخف من أي هدم للمنظومة التعليمية بسبب ضيق الوقت، المعذرة منك، تفضل. مستوى الأسرة والمستوى الثاني هو مستوى المجتمع، ينبغي أن نوعي الآن الأسرة التي خاصة تلك الأسر التي تلقي بأبنائها إلى الجبهات، ينبغي أن نوعي هؤلاء الأسر، ويكون هذا عبر الإعلام أولا، يعني بمعنى مسؤولية التعليم ليست فقط عبر مستوى وزارة التربية والتعليم والمدارس، ولكن أيضا وسائل الإعلام وغيرها ينبغي أن تطلع بهذا الدور الذي هو دور التثقيف ودور التعليم. أشكرك. المستوى الثاني هو مستوى الحكومي، مستوى المنظمات والتعاون، سواء كانت منظمات مجتمع مدني محلية أو دولية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد المحفلي، كنت معنا عبر السكايب من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين، الشكر لكم على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من بين قوسين، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن. أيضا لا أنسى أن أشكر ضيوفي الأكارم معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ عبد الله لملس، كان معنا من عدن. أيضا الشكر للأستاذ أحمد البحيري رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي، كان معنا من محافظة تعز، وشكر أيضا لمدير مكتب التربية في محافظة مأرب الأستاذ علي عباد. وأيضا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.